صراع الدائر وإغلاق الموانئ علاوة على الصعوبات المادية التي يواجهها المرضى في اليمن دفع المؤسسات الخيرية لإنشاء دار الشفقة لدعم ومساعدة مرضى السرطان والفشل الكلوي الذين يعجزون عن تحمل نفقات العلاج. المؤسسة توفر الطعام والمأوى للمرضى القادمين للعلاج من خارج صنعاء ولا يستطيعون دفع إيجار السكن أو حتى إطعام أنفسهم والمرافقين لهم. بيني ورم سرطاني في الحوض، يعني قال لي بعاني منه سنة. نحن بضرب كيماوي، ضربت 15 جلسة جرع كيماوي و20 جلسة شعاع. دحين قالوا بزين الكشافة لعند الدكتور، قال يعني الورم بيرتفع ما معشي يعني بينقص. تحصل المؤسسة الخيرية على التمويل من خلال شراكات مع منظمات محلية ودولية ومن تبرعات فاعلي الخير. أغلب الوافدين إلى أمانة العاصمة هم فئة الفقراء. هؤلاء الفقراء اجتمع فيهم الفقر والمرض، فهم بحاجة إلى رعاية صحية، بحاجة إلى رعاية اجتماعية، بحاجة إلى المأوى، بحاجة إلى الحماية، بحاجة إلى الدعم النفسي. كل مواردنا تتمثل في الشراكات مع المنظمات المحلية الدولية، الجهات الرسمية، فاعلين خير بنسبة كبيرة داخل البلد الحمد لله، لأنه هم يشعروا بمعاناة مرضى السرطان داخل البلد. لكن رغم كل الجهود يحتاج البعض لرعاية خاصة تتطلب السفر للخارج، حيث تندرج كثير من الحالات المرضية التي ترعاها المؤسسة ضمن الحالات المعقدة التي تتطلب جراحة دقيقة لا يتم إجراؤها عادة في البلاد بسبب ظروف الرعاية الصحية السيئة. أحياناً بعض الحالات تحتاج إلى عملية خاصة أو تدخل يعني في مراكز متخصصة، لأنها تكون عمليات دقيقة جدا وتكون يعني فيها نوع من المخاطر. فلذلك هذه الحالات لا نستطيع القيام بهذه العملية في اليمن لأسباب كثيرة. لكن المشكلة الآن والتي تواجهها الشجان وغيرها والكثير من المرضى أنهم لا يستطيعون السفر للخارج بسبب أو الوضع المادي الذي وصل إليه المواطن اليمني بسبب الحرب والحصار الواقع على اليمن. ودار الشفقة مؤسسة إنسانية تطوعية غير ربحية أنشئت في عام 2016 بتحويل دار الشفقة الذي تم افتتاحه في عام 2008 إلى مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان وتقديم الخدمة لهم.